بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أنا معاكم ميس أمال من أكاديمية جينيوس، معلمة التربية الدينية. إن شاء الله بنحضر معاكم النهاردة حصة كهدية مجانية لكل حبايبنا. أهلا وسهلا بكم جميعا. راجعت ليلة الامتحان، إن شاء الله ربنا يوفقكم ويدبر لكم الأمن العسير يا رب. إن شاء الله نبدأ كده، نفتح كتابنا يا ريت. يلا بينا كده، هنشير معاكم الكتاب حالا. بسم الله. في البداية طبعا أي حد فيكم يا حبايبي لو عايز يسألني أي سؤال يا ريت يبعت لي على الشات، اتفقنا؟ عشان طبعا ما شاء الله عددنا كبير، فمش هينفع أفتح لكله المايكات. ماشي يا آدم، اتفضل اسأل اللي أنت عايزه وابعت لي على الشات يا روح حبيبي. أنت كده في البداية خالص، أول جزئية في الدرس عندنا الإيمان بالله وملائكته. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الأرض، ولازم إن احنا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى. ومن ضمن قواعد الإيمان إن الإنسان المفروض أركان الإيمان عندي 6، أنا عندي أركان الإسلام 5، أما أركان الإيمان كام؟ 6. أركان الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ثم إيماننا بالملائكة والكتب السماوية والأنبياء والرسل واليوم الآخر وقدر خيره وإيه شره. الملائكة اتخلقوا قبل خلق سيدنا آدم، مخلوقين من النور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندي بعض الملائكة نحن نعرف أسمائهم، زي سيدنا جبريل مسؤول عن الوحي، سيدنا ميكائيل مسؤول عن إنزال المطر. في كرام كاتبون بيكتبوا أفعال الإنسان من خير وإيه وشر. بعد هنا كده بيتكلم عن خلق سيدنا آدم، وإن ربنا خلق سيدنا آدم وكان ليه حكمة في خلق سيدنا آدم، إن جعل من ذريته الأنبياء والرسل والصالحين العلماء والعباد. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى أخبر سيدنا آدم بأسماء كتيرة جدا ما كانتش الملائكة عارفاها، فقدر ربنا أو جعل سيدنا مكانة سيدنا آدم يعني خلاها أعلى من الملائكة بالإيه؟ بالعلم، إن هو أعطاله هنا أسماء حاجات كتيرة الملائكة ما كانتش تعرفها، فبالتالي ربنا يعني عطى ميز سيدنا آدم عن الملائكة بالإيه؟ بالعلم. ده طبعا بيدل على أهمية العلم. الجزئية التانية من الدرس عندي هنا الله مصور، درس جميل بيتكلم عن إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة، حتى إن حتى بصماتنا، ما كل إنسان ليه بصمة عين وبصمة يد غير الإنسان التاني تماما، مفيش تشابه بينهم. الحديث الجميل ده إن ربنا خلق سيدنا آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الإيه الأرض، أحمر وأبيض وأسود وبين ذلك، وسهل وحزن وخبيث وطيب وبين ذلك. اختلفت أشكال الناس، وبالتالي اختلفت طباعهم زي اختلاف ألوان التراب، منه أحمر منه أسود، فاختلفت طباع كمان البشر من الطيب والخبيث والسهل والإيه والصعب. نكمل بعد كده الجزئية التانية. هنيجي هنا الدرس اللي بعد كده، الدرس التالت بديع صنع الله. أعتقد إن درس دماغي، خليكم معايا ثانية واحدة كده، معايا ثانية واحدة.
معاك يا حبيبي. واعتقد بس النسخه اللي معايا دي نسخه يعني كانت سابقه، عشان كده في بعض الدروس مش هتلاقوها موجوده عندكم. اعتقد الدرس ده مش موجود صح كده؟ بدي اسمع الله. هنيجي على الدرس اللي هو بيتكلم طبعا عن ان ربنا سبحانه وتعالى ابدع خلقه سبحانه، بس هنحل ان شاء الله، هنحل يا حبايبي ان شاء الله، بس ربنا ييسر الامر وقت كده يقضينا مع بعض، وان شاء الله نقدر نجيب اي اسئله ونقعد نحلها مع بعض. هنيجي على الدرس اللي بعده، سورة التين. طبعا لازم نعرف ان سورة التين سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وتوضح قد ايه ربنا خلق الانسان في احسن ايه، في احسن